يكون معنا المراد درج كيف بتطلعوا كل يوم؟ لازم تعمل رياضة بعد العملية بتقوي لك قلبك. احنا حابين نكون في الواجب ونعزمك على عرس، مع انه منعرف انك تقدريش تيجي، بس الواجب واجب. يسلموا ايديك، الله يخليهن لبعض. تسلمي. اخ لو انه ابو جابر بعده طيب. الله يرحمه. تعيش. شو كان منيح، يحب كل الناس. كيف توفى المرحوم؟ نوبه مسكين، كان مروح من الشغل وصابته على درج الهم هذا. كان كتير داير باله على حاله، لا كان يدخن ولا كان يشرب، كان كل يوم يمشي. الله يرحمه. خلي لك الموجودين. تسلم. شكرا. هلا ابو الشاب، الصحة وانا يابا. يسلموك. هذا فش منه بايطاليا. مزبوط، يستاهل واحد يرجع عشانه.